صلوا بينا على النبي. وقصتنا بتبدأ مع المدرسة أومي اللي كانت واقفة مع زمايلها المدرسين وبيستقبلوا الطلبة اللي بيدخلوا المدرسة، وبتكون أمي متضايقة علشان واقفة بتستقبل الطلبة وبتقول إن ده مش أسلوب تعليم. فبيقول لازم لها كوشان إن استقبال الطلبة حاجة كويسة وإن هما بالطريقة دي بيعلموهم الأدب. وبتيجي بعدها الطالبة نانو وبترحب بالمدرسين وبتقول لهم إنها جديدة في المدرسة واسمها نانو. وبعد ما نانو بتدخل للمدرسة بنلاحظ وقتها إن المدرسة أمي كانت بتبص لها وهي مستغربة، لكنها مش بتعمل حاجة وبتسيبها تمشي. وبنشوف بعدها المدير بدأ يتكلم مع الطلبة كلهم وبيقول لهم إن النائبة بتاعته هتمشي من المدرسة وإن هما لازم يصوتوا لأفضل مدرس علشان هيكون النائب. وبيكونوا بعدها الطلبة في الفصل وبنشوف الطالب إيكو بدأ يتكلم مع المدرسة نيم وبيسألها عن الرحلة اللي راحوا ليها المدرسين. فبتقول المدرسة إنها كانت رحلة جميلة وبتطلب منه يوصل شكرها لوالده علشان هو الممول بتاع المدرسة. وبنلاحظ وقتها إن المدرسة نيم ما كانتش بتزعق على الطلبة اللي بياكلوا وإنها بتستخدم معاهم أسلوب تعليم مختلف. وبعد ما المدرسة نيم بتمشي من الفصل بتيجي بعدها المدرسة أومي وبتبدأ تتعامل مع الطلبة بطريقة ناشفة. وبيكون الطالب إيكو عايز يسأل أمي عن الرحلة اللي عملها والده، لكنها بتقوله ما يتكلمش عن حاجة برا موضوع المنهج. وبتطلع بعدها نانو للسبورة وبتحل المسألة بتاعة الفيزياء وبيقول إيكو إن الفيزياء ملوش علاقة في الحياة اليومية. وبتبقى وقتها المدرسة أمي متضايقة من طريقة كلامه وبتقوله إن الفيزياء مهم في حياة كل إنسان ناجح، وبتقوله كمان إن هو هيتعاقب على اللي قاله وبتطلب منه يكتب لها تقرير عن استخدام الفيزياء في حياتنا. وبنشوف بعدها المدرسة أمي راحت للمدير اللي بيديها ورقة تصويتات الطلبة لأفضل مدرس، وبتعرف وقتها أمي إن الطلبة صوتوا للمدرسة نيم بنسبة عالية بس هي حصلت على صوت واحد. وبيبدأ بعدها المدير يتكلم معاها وبيقولها إنها لازم تغير طريقة تعاملها مع الطلبة وتحاول تشرح لهم بطريقة أفضل. وساعتها أمي بتقوله إنها مش هتدي الإجابات بتاعة الاختبارات للطالب وبتبدأ تشكك في أمانة بقية المدرسين. وبيكون المدير عارف إن جوزها سابها وراح يعيش مع الطلبة اللي حبها، فبيقولها إنها لازم تنسى الماضي وتحاول تركز في مستقبلها. فبتقوله أمي إنها نسيت جوزها من زمان وإنها في صحة كويسة هي وابنها. وبعد ما أمي بتروح لمكتب المدرسين بنلاحظ وقتها إن المدرسة نيم وصاحبتها مشيوا وبيكونوا مش عايزين يقعدوا معاها. وبتلاقي وقتها زميلها كوشان بدأ يكلمها عن الضغط اللي سببه ليها جوزها، فبتطلب منه ما يتكلمش معاها تاني عن جوزها. وأما أمي بتبدأ تتوتر بتظهر لها نانو وبتديها دواء وبتقولها تخلي بالها من صحتها، وبتقولها كمان إنها معجبة بطريقة تعليمها وإنها لازم تنقذ التعليم من الفساد. وساعتها بتبدأ أمي تفتكر يوم ما سابها جوزها وراح يعيش مع حبيبته اللي كانت شبه الطالبة نانو. وبعد ما أمي بترجع للبيت بنشوفها بدأت تتكلم مع ابنها وبتقوله إنها عايزاه يكون حد متعلم وما يبقاش زي والده. وبتروح بعدها أمي للسوبر ماركت وبتشتري لبن وبتلاحظ إن البيعة ما كانتش مركزة معاها. وبعد ما أمي بتديها الفلوس وبتاخد باقي فلوسها بتلاحظ إن البيعة ما ادتهاش الفلوس كاملة. وساعتها بتبدأ أمي تتجنن وبتطلع عقدتها النفسية فيها وبتقولها إنها واحدة مش متعلمة. وبنلاحظ وقتها إن نانو كانت موجودة في السوبر وبتراقب تحركات أمي وبتعرف إنها معقدة نفسياً. وبعد ما أمي بترجع للبيت وبتقعد تاكل مع ابنها بتلاقيه كان بيقولها إن هو مشتاق لوالده. وساعتها أمي بتبدأ تتعصب عليه وبتضربه وبتقوله إن والده حد مش كويس علشان سابهم ومشي. وأما أمي بتلاقيه بدأ يخاف منها وبيعيط بتقوله إنها بتحبه وبتعتذر منه. وفي تاني يوم بتروح أمي للمدرسة وبتلاقي الطلبة كانوا باصين في الموبايلات علشان اتبعتت لهم رسائل في وقت واحد. وأما أمي بتروح تاخد موبايل الطالب إيكو بتعرف إن قصة جوزها انتشرت في الإنترنت وإنه اعتدى على طلبة وبعد كده حبها. وبتكون أمي سمع كلام الطلبة وهم بيقولوا إن جوزها سابها وبتبقى مش عارفة تتحكم بأعصابها. وبعد ما أمي بتفوق علشان أغمى عليها بيقولها المدير إنها لازم تاخد إجازة وتريح نفسها. وبتكون أمي عايزة تبقى النائبة بتاعته فبتقول إن اللي حصل كان من كتر الشغل علشان هي بتحاول تعمل خطة جديدة في التعليم. وساعتها بيقولها المدير إن هو شاف الخطة الجديدة بتاعتها وإنها مش مناسبة علشان فيها قوانين شديدة على الطلبة. وبيقولها كمان إنها ما تتعبش نفسها في عمل خطة تانية علشان آباء الطلبة متفقين مع الخطة بتاعة المدرسة نيم وبيقولوا إنها تستحق منصب نائبة المدير. وبعد ما المدرسة أمي بتروح تقعد في مكتبها وهي متوترة بتجيلها نانو وبتطمن عليها، بس أمي بتزعق عليها وبتقولها تمشي.
وبتبدأ بعدها نانو تقول لها إنها مدرسة كويسة وإنه من حقها تاخد منصب نائبة المدير. وبعد ما نانو بتسيبها وتمشي بنشوف أمي بدأت تفقد السيطرة على نفسها وبتفضل تتخيل الطلبة بيتريقوا عليها، وبتتخيل كمان إن جوزها كان واقف هو وحبيبته الطلبة، فبتروح ترشع الألم في جسمه وبيظهر إنها أذت الطالب إيكو. وبنشوف بعدها أمي كانت قاعدة مع المدير اللي بيقول لها إن والد إيكو هو الممول بتاع المدرسة، وبيقول لها كمان ان هو اقنعه ما يرفعش عليها دعوة بس لازم انها تمشي من المدرسة علشان بقت خطر عليهم. وبتكون امي خلاص هتمشي من المدرسة بس بتظهر لها نانو وبتتكلم معاها وبتقول لها انها لازم ما تستسلمش وتنقذ المدرسة من الفساد. وبعد ما امي بترجع للبيت بتلاقي الفيديو بتاع ايكو انتشر على الانترنت وبتفضل الناس تقول عليها مجنونة. وبتبدأ أمي ساعتها تفتكر لما ابنها كان بيبكي على والده اللي سابهم وإنها بعد كده خلصت عليه بالمخدة، وبنعرف وقتها إن أمي كانت بتتخيل وجود ابنها في حياتها وإنها مش قادرة تصدق إنه مات على إيديها. وبيجي بعدها يوم تكريم المدرسة نيم وبنشوف الطلبة كلهم كانوا متجمعين في القاعة، وبنشوف بعدها المدرسة أمي دخلت للقاعة ومعاها سلاح وبتبدأ تضرب نار على المدير وبتخلص عليه، وبتخلص كمان على المدرسة نيم وبتبقى مبسوطة جدا وهي شايفاها بتموت. وبيكون الطلبة خايفين منها وعايزين يهربوا لكنها بتخلص عليهم هما كمان وبتبدأ تضرب نار ناحيتهم. وبعد ما المدرسة أمي بتخلص على الطلبة كلهم وبيبقى الدم مليان المكان بتحاول إنها تضرب نار من تاني بس بتعرف إن الطلقات خلصوا، وبتلاقي وقتها الطلبة نانو جت لها فبتقول لها إنها دلوقتي شايف المكان بقى أجمل بس دي مش هتكون النهاية. وبتكون نانو عارفة إن دي مش النهاية فعلا وبتقول لها إن دي مش هتكون النهاية علشان لسه في مدارس كتير مليانة بالفساد. وساعتها نانو بتديها طلعة علشان عايزاها تخلص على نفسها وتريح الناس من أذاها، بس المدرسة أمي بتصوب السلاح ناحيتها وبتبدأ بعدها نانو تخليها تشك في نفسها وبتسألها إذا كان اللي عملته هيفيد التعليم. وبنلاحظ وقتها إن المدرسة أمي بدأت تتجنن وبتقول إن الناس دي كانت تستاهل الموت علشان هيبوظوا التعليم في البلد. وبتكون نانو عايزة تخليها تخلص على نفسها وبتسألها إذا كانت دي الخطة اللي عملتها لنجاح التعليم، وبتقولها إنها واحدة فاشلة في حياتها. وأما المدرسة أمي بتقولها إن اللي عملته كان الصح، بتقولها نانو إن الناس اللي شايفين نفسهم مش بيغلطوا هم أكتر ناس أغبياء. وبتفضل وقتها المدرسة تقول إنها مغلطتش بصوت عالي وبتبدأ ثقتها في نفسها تروح. وبعد ما نانو بتسيبها وتمشي بتقوم المدرسة مخلصة على نفسها وبتموت جنب الطلبة اللي خلصت عليهم. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.